اهلا، السلام عليكم غزاله ديالي، لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم مع فيديو جديده ان شاء الله. كنهضر معكم بشويه حيت اريج راها ناعسه. المهم بديت لكم لا فيديو حتى انا غنقول لكم مور الغدا، ولكن راه مازال ما تغديناش، عاد غادي نوجدوا الغدا هاد النهار. غادي نتغداو مع الطليل. المهم عاد خرجت، عاد مشيت تقطيت، مشيت شريت داكشي اللي خاصني، غير شويه شويه من الحاجه. الصراحه ما خديتش بزاف، ثم خديت هنايا طوماط سوغيز، خديت هادي بوعويد، خديت هنايا الكاكي، خديت مطيشه. المهم خديت غير داكشي اللي غادي نحتاجه، ما تقضيت غير من هنايا من السوبر مارشي، ثم تحلات لي. خديت المهم الخيار، خديت هادي مطيشه لقيتها، هذه كتحمقني صراحه، مقليه كتجي زوينه. خديت فليفله حمراء، و ثم خديت هنايا البطاطا. البطاطا ما خديتش بزاف، واخا الصراحه كان خاصني ناخذ بزاف حيت ما عجبتنيش، ما فيها داك النباته ما كاينا سالات. هنايا خديت التفاح، وخديت بصيله لان حتى هي ما بقاتليش. المهم خديت غير شويه 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 من كل حاجه. خديت هنايا واحد المونغ، البنان، وخديت النعناع حتى هو ما بقاليش، وخديت هذا الحليب الاريج حيت حتى الحليب ما بقاليش. ايوا صافي هي هذيك. مشيت دزت للسونتر و هزيت واحد، كنت وصلت بواحد الشفافه حاشاكم، المهم ها هي خديتها من عند جوميا. تعقلوا فاش كنت وريتكم هذه ديالي، كنت وريتها لكم اللي كتديري لها هكذا كتعصر من هنايا، كنت قلت لكم راها عمليه وراها زوينه بزاف، وهي بصح راها عمليه وزوينه بزاف. وماما عجباتها، صافا بصراحه عجباتو داكشي، و صافي خديت ماشي لماما، لختي عجباتهم لختي، قلت لهم صافي انا غادي نكوموندي لها وحده منين يكونوا هابطين يهبطوها لها. داكشي اللي كاين دابا راني توصلت بها. المهم هي هادي، ها هي راني انا حليتها باش نشوفها كيفاش دايره. بعد شي مرات كتجيني الخنقه، ما كنقدرش نتنفس بحال الشكل ديال الضيقه، كتجيني من الخضره. دابا انا ما قادش نتنفس، كان خصني نتنفس من حلقي، يعني في ما كنقدرش نطلع مع النفس. هذه كتوقع لي دائما في السوق، علاش انا اكثريه ما كنبغيش نمشي للسوق نتقطع الخضره من تما، كنحس بالضيقه. المهم عندي حساسيه من 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 داك التراب ديال الخضره ولا ما عرفتش. المهم كيف ما قلت لكم ها هي كتجي على هذا الشكل، حتى هي بحالها كديري لها بحال هكذا باش كتعصريها. ها هي راه عاد فيها هادو دياولها باش يركبوا، هادو باش غادي يركبوا ويرجعوا هكذا ترجع طويله. وهادو الشفافه هادي راه فيها البنات ثلاثه، ها نتوما فيها هادي فيها هادي وفيها هادي، حتى هي بحال الشكل ديالي كتلصق من هنايا. ها نتوما فيها هادو هنايا، هادو كيتحشاو في هاد العيبات اللي دايرين بحال هكذا، هنا كيتحشاو حيت من هنا ما كايناش، ومن بعد غير كتلصق صافي. ملي كتبغي هكذا تزوليها ولا تبدليها ولا شي حاجه كتصافي كتزوليها هكاك ساهله، مالها تعاودي ترضيها. واصلا هي كتعصر بهادي ديالها، ما تحتاجش على انك تزوليها تصبنيها هادشي، في حالات ما الا بغيتي انتي تزوليها وتصبنيها وداكشي. حاجه هادي باش عجبتني على ديالي هو ان هادي بحال هذيك اللي كيشهروها، فيها الكراطه في الجناب، ها هي من هنايا فيها الكراطه، يعني كتوقفيها كتزولي داكشي اللي خاصك تزولي، الا بغيتي تجفي بها كتجفي بها، يعني بحال الفيديو اللي كيشهروها فيه بحال هكداك. انا ديالي ما فيهاش من هنايا داك الكراطه، وهادي كان الثمن ديالها صراحه رخيص، كان الثمن ديالها كدير 135 درهم بحال هكا، مع لا ليفغيزون كيحسبوا لك شي حاجه قليله، المهم بحال هكا طيح بشي 140 درهم بحال هكا صافي.
مهم. انا ماما عندها الشغل، المهم من بعد ان شاء الله ديك الساعه نقول لكم شنو كاين. المهم هذه كي قلت لكم هبطتها اختي، راه غتهبطها لها وصافي. المهم انا تقضيت ودابا غادي ندوز نوجد غداتي. المهم انا غادي نشارك معكم ماما راه شنو كديرها، تسمعوا الصوت راه كتصوب واحد الزعلوك، اكيد غادي نشارك معكم. وانا غادي نوجد كذلك الغديوه ديالنا، وخا صراحه كي قلت لكم راه حنا معطلين في الوقت، ولكن ما عندنا ما نديرو. هذا النهار هذا النهار كان دايز في شكل اخر عاوتاني. البنات باش نوجد غداتي ماما راه خدامه كتقلي في الدنجال، وهذا النهار انا كنقول شنو غادي نطيبو شنو غادي نطيبو. بالتالي قلنا في النوبه الاولى العدس، بالتالي قلنا غادي نديرو شي طويجين ديال مطيشه بالكفته، حيت حتى بناتي عزاز عليهم صراحه مطيشه بالكفته، فانا عزيزه عليا كتعجبني بزاف. المهم مشيت خرجت مشيت تقضيت وخديت هكا الدنجال، بان لي زوين رقيق وزوين. هذاك اللي كيكون رقيق ما كيكونش فيه داك داك الزريعه من الداخل، ما كيكونش مر، كيكون صافا بنين. ايوا هي هذيك صافي. غادي نديرو واحد زعلوك وخلاص، تما راه حنا كنقليو الدنجال غير باش نحطوه في الجنب ديال الطبيله وصافي. المهم انا البنات خديت هكذا البصيله كنكون مشلضه رقيقه مزيان 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 مزيان، كندير لها شويه ديال سيتروميه وشويه ديال زيت بلديه، وكنخليها تقلى مع الثومه، ثومه عاديه صافي. هكذا على ما كطيح كندير لها مطيشه، وهي مطيشه كتبقى على حسب عدد الاشخاص. غنشارك معكم واحد الزعلوك كديرو ماما، كيجي خطير كيجي زوين بزاف. صافي دابا غادي نجهد شويه في البوطه، حيت قبيله كنت كنقلي داك الهادي البصيله على عافيه تكون مهيله. كنهضر معكم بشويه البنات حيت اريج عندي نعسه نعسه غير هنايا، داكشي علاش كنهضر غير بشويه. صافي نخليها دابا طيب واحد شويه، عاد ندير لها العطريه ديالها ونكمل معكم حتى ماما على ما تسالي القلي ديال الدنجال. غنشارك معكم زعلوك بالدنجال المقلي وبالفليفلات حتى هما مقليين. اش كتقول؟ وهنا الغزاله ديالي طلعت للسطح باش نشرت الصبين، ولكن ما كتبش عليكم النشره ديالي صافي مسكينه عيات. هذه طاحت لها صافي تهرسات من تما، وحتى هذيك اللي كنت كنركبها حتى هي تهرسات، حيت كانت كان واحد النهار الريح 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 بزاف وطاحت لي صافي. فاش شي طاحت كانت في السطح وطيرها الريح وجات طايحه، ضربات مع الحيط وجات طايحه، تهرسات من هذيك البلاصه اللي كنت كنصوبها الاولى بحال الجنح ديالها. اما هذه الصراحه ما عرفتش كيفاش وقع لها هذه اللي راها طايره. المهم خصني عاد نشوف عاوتاني واحده اخرى ان شاء الله باذن الله، ولكن مازال كنديباني دابا بهذه. علاش يا لاله ما نشرتهمش في السطح؟ لان هذا النهار كاين واحد الريح، داك الريح اللي كيصفر داك الريح اللي كيصفر صافي. تجي غير مشيتي نشرتي في السطح الحوايج ديالك كتلقايهم راهم في هاد الطحطحه هذه اللي قدامي، وشي تلقايه وشي ما تلقايهش. المهم ما نشرتهمش في السطح، نشرتهم غير هنايا في النشاره، وخليت باب ديال السطح هكذا محلوله باش داك الريح اولا داك الهواء تضرب في الحوايج. صافي هذاك الشيء اللي كاين. هانتوما شتي كيفاش طايره لي هذيك، ما بغاتش تقادد وجيت انا زولت تماها في مره.
عصبتني، ودابا راه حتى ديك جيالي من اللي بغيت نطيرها، غير هي ما بغيتش عاوتاني في نص الوقت نطيرها حيت كتشد التوازن، داكشي علاش ما في تاني ما بغيتش نطيرها. المهم عاد نعمرها كيف ما كتشوفوا، غنخلي ديجا هذا محلول. انتم راه غيبان لكم غير من الجلايل ديال البنوار اللي راني لابساه، انا هذا رديته بنوار. المهم واخا هو الصراحه كيتلبس مع سراول جين، مع انا من النهار الاول شريته على اساس غنلبسو بحال هكذا وصافي في الدار. المهم قلت لكم غير هذاك زعما غايبان لكم بان راه الريح كيضرب لي، كيضرب فيا داك الريح وانا في قلب هكا في قلب الدار في الدروج، وكيضرب داك الريح يعني كيوصل حتى لتما، داكشي علاش نشرت وخليت الباب ديال السطح محلوله، وقلت راه غتوصلوا ما غتوصلهم داك الهواء داك الريح، ومن بعد هكذا عاد نزولهم. وخا صراحه هذه راه كان كي قلت لكم ما بديت لكمش لا فيديو بكري، بديتو حتى العشيه. المهم تقريبا واحد يمكن الربعه، يمكن الربعه ولا ما وصلاش. المهم بحال هكا لان هاد النهار ما كناش اصلا ناس غدينا بكري ولا حتى حاجه. المهم درت بزاف ديال الشغالات في الصباح وصافي وتخادينا داكشي علاش. المهم صافي هنايا من بعد ما غادي نسالي نشر غادي نهبط لتحت باش نكمل الطياب ديال الكفته. المهم هنايا من بعد ما كندير لها شويه ديال الماء كنخليها طيب، ضروري هي كطيب في داك الميها. من بعد كندير لها شويه ديال مطيشه ديال الحك، مركز الطماطم تقريبا هكذا واحد معلقه كبيره عامره ديال مطيشه ديال الحك، لينا فريمون كتجيبها محمضه وكتجيبها زوينه. صافي كندير وريقات ديال سيدنا موسى هكا واحد ثلاثه واحد جوج، ومن بعد كندير العطريه كندير مليحه وكندير شويه ديال الابزار وشويه ديال الفلفله حمراء. صافي هادو هما يعني الحاجات اللي كنديروهم اصلا في شي حاجه اللي كتكون هكذا دائما مشرمله ولا مهم يعني كنديرو دائما بحال هاد الشكل. وكذلك شويه ديال الكمون ضروري كندير شويه ديال الكمون، يعني كندير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار شويه ديال الفلفله الحمراء وشويه ديال الكمون. صافي غادي نخلط هادشي، نحاول انا نخلطو. راه قدامي اري جيلي راه مولات هاد الصوت. المهم كنخلط هادشي كيف ما كتشوفوه، ومن بعد عاود كنولي نعاود نرد لها هكذا الغطايه ديال الطاجين، كنخليها هكذا واحد شويه، وعاود من بعد كنفتح عليها وكنضيف هكذا واحد شويه ديال الماء الا كنت غادي نديرو، ما كنتش غادي نديرو كنكافي الماء فيها. صافي كندير داك الكويورات ديال الكفيته. المهم انا كي قلت لكم غادي نحرك وغنشوف عيني ميزاني، كان ممكن انا يزيد الماء غنزيدو ما كانش، ولكن غالبا ما راه كتلقاو في هاد الوقيته نشفات واحد شويه، ضروري ما ديروا شويه ديال الماء وعاد تحطوا الكفته ديالكم. المهم هنايا راه ضروري خصكم تذوقوا عاوتاني باش ما طيب لكمش الكفته حتى هي مسوسه بزاف، وخاصه راه انا كناخذها من الشرمله هادي هي اللي كانت جابتها لي ديجا ماما. المهم دقت لقيت شويه لاصوص خاصه شويه ديال المليحه، زدت لها مليحه. وبالنسبه للكفته كتكون هكذا درت لها كويورات بحال هكا صغارين. صافي كنحطهم بحال هاد الشكل، وعاوتاني كنضيف من بعد ما كنحط الكفته ديالي انا عاد كندير الاخر شو سميتو المعدنوس، المعدنوس فوالا عاد كندير المعدنوس هو التالي هو اخر حاجه. وهنايا البنات راه ملي كنحطوا الكفته راه ما كنحركوها ما حتى شي حاجه، حيت اونفوا ملي كتحرك كتعجن، دونك هي كنخليوها كيف ما هي وكنحطوها كمعدنوس من الفوق، كنتغطي ليها وتخليها عاوتاني طيب وتلبى مع داك مطيشه وصافي كتكون هكذا واجده. المهم هذه هي الطريقه، انا عارفه راه كلشي كيعرف يصوبها ولكن الطريقه ديالي بالضبط هي هذه. هادشي اللي كاين صافي غادي ندوزو دابا باش غادي نتغداو، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ماما باي 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 باي. صافي يلا اجي ندير نيني 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 كونيكو نوني كونيكو نيكو نينو. هلو هلو بابا بابا نانا نانا بابا ام نانا بابا ام نانا هاتي بابا بابا هاتي 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 ماما ام دانان كوك كوك اوكي هندي الكوك
كوك هادي هيا كوك قبلتي نزولو لانونس ياك قولي لانونس تزولو لانونس اوا يا ودا يلا تك 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 هانتوما البنات هيا ماما دارت هنايا جوج مطيشات دابا غادي نكملو زعلوكا البنات صافي هنا كاينه لالا جوج ديال المطيشات اللي كتكون منقياهم ومقطعاهم غير دوائر ودرت فيهم هكا ثومه محكوكه ودرتهم فوق من البوطه ودرت معاهم شويه ديال الماء غادي تخليهم حتى يطيبوا على خاطر خاطرهم ما دايره ماما لا زيت لا والو لا ماشي دابا يعني حتى يطيبوا مزيان الزيت وقصايبه دابا تيطيبوا مزيان عاد تضيفي داكشي ياك ماشي خير مطيشه دابا هي عندها الغرض ان مطيشات نزلها انا غادي نوريكم هادو هنا كاين فلفله صفراء وكاينه فلفله الحمراء وهنا كاينه لالا هنا كاينه لالا الدنجال اللي كيكون ديجا هكذا مقلي صافي الدنجال ها هو مقلي وضروري تقطعوه بحال هاد الطريقه هادي وكيكون فيه هذا ضروري يبقى فيه هذا الكحل ديالو من هنا قشور ضروري يبقى فيه لان كيجي عاطي الديكور في الوقيته اللي كنصوبو زعلوك به يعني كيكون داك الحموره مع هاد الكحوله مع الصفوره ديال المطي ديال لبس الفلفله يعني كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين يعني هذا كيتقلى هادو تيتقلاو فلفله حمراء وفلفله صفراء حتى هما تيتقلاو وتيتنقاو كيتقطعوا سويرات وصافي وهنايا وهنايا كي قلت لكم هنا مطيشه غطيب باش هي اللي غنزعلكوا فيها هذاك الشيء وضروري اهم حاجه في هذا الشيء كامل وهو الحامض مصير والحامض مصير راه حتى هو كيتقطع حتى هو السيور المهم انتما تشوفوا الطريقه حيت هو كيجي محمض كيجي واعر واعر انتما البنات هنايا راه ديجا قطعت الفليفله هكذا السيور طويولين الصفراء والحمراء وكذلك قطعت هذا الحامض مصير حتى هو ودارت هنايا القزبور دابا هنايا البنات ها هي مطيشه خلاتها حتى رجعت لها كي بحال هكذا هانتوما درت شويه ديال الفلفل الحمراء شويه ديال الكمون شويه ديال المليحه كذلك المهم العطريه اللي كدار ديجا في زعلوك هنا راه دارت زويته صافي اون فوا ملي كطيح لها داك مطيشه صافي كتحركها واحد شويه كدير لها زويته اون فوا ملي كدير لها الزيت كدير لها كي قلت لكم العطريه اللي كدار في زعلوك اللي هي الملحه والفلفله الحمراء والكمون دابا بحال راه رمات لها الدمعه شتيو ماما راه ما كديرش فيها مطيشه ديال الحك يعني هذيك المطيشه ديال مركز الطماطم ديف الحكيكات ها انتما شوف دابا مني اون فوا مني كدير هاد الدنجال اللي كيكون هكذا مقطع ومقلي كتبقى هكذا واحد شويه كتمعسو شريك هاديك المعاسه زعما كتعايرني ماشي جبدتها لها قلت لي زعما درت شريك المعاسه وانا نجبدها لها صافي ها انتما كيف ما كتشوفوا دابا غتبقى على هذا الشكل حتى كتحلو واحد شويه المهم ما تديوش عليا مقبايله وانا متكيه شوفوا حالتي المهم داك النهار البنات عقلتوا فاش كنت هضرت معاكم كنت قلت لكم كناكل الزبده وكناكل الكفته شنو قلت لهم اخر كنحس الكوكوط نسيت ما قلت لكمش كيعجبني الحامض مصير يا سلام محروقه هي داكشي محروقيه ولكن نسيت ما قلت لكمش بان كيعجبني الحامض مصير كنموت عليه هو والبرقوق يا سلام
شفتيوا البنات حتى كيرجع كي بحال هاد الشكل هذا. ودابا هيا غادي تضيف الفليفله وكذلك الحامض اللي هو هذا، انا كان كل لب ديالو والقزبر. هذا البنات نورمالمون راه كيعيطوا له زعلوك الطلياني، زعما باش تعرفوا راه زعلوك هو نورمالمون مغربي. ما فهمتش واش اختي زعلوك الطلياني بصح، واش هما داروا له الطريقه وسماوه زعلوك الطلياني؟ المهم الله اعلم، المهم هو كيعيطوا له زعلوك الطلياني، ولكن راه بصح كيجي فريمون بنين، وإلا جا بنين أكيد غادي يكون أختي زعلوك مغربي على هالطريقة ديال الحموضة. هو هداك في الملحة؟ أنا كناكل الحامض مصيرة. شتي شكلو؟ كيجي غزال، شتي حنا راه درنا غير شوية، عرفتي مي كيكون بزاف، ومع الفلافل كيجيو باينين فيه وداك الشي. كيجي غزال صافي. هنا البنات راه كتبقى غير كتخلطوا واحد الشويه تقريبا واحد جوج دقائق كطفي عليه كيكون واجد. المهم الغزالات ديالي جيت لبليصتي باش غادي نعس. المهم البنات خاصكم تعرفوا اختكم اسماء عايشه كيف زفريه وصافي عارج الله يرحمها. ها انت اجي قدامي باش يشوفوك، يلا اجي هنا اجي. تا معايا قرع هاد الماء. ها انت يلا تيتي قدامي باش يشوفك. أوه أروزة يلا وها انت، يلا قول لهم لاباس. هادي شنو هاديك؟ هادي شنو هاديك؟ هادي شنو هي؟ بابا. لا ماشي باباك، ديال ماماك. بابا لا ديال ماماك. لا والله الا ديال ماماك. لا ما تحليش. لا عرفتي البنات لا لا عين وريها لهم، عين وريها لهم مع تماره وداك الشيء. انا يا بابا نانا بابا بابا نانا يلا وصافي يلا وصافي. باي باي باي. يلا خليني نهضر معاهم باش تكوني زوينه داكو. يلا وقف. باي باي باي. صافي اريج خليني نهضر معاهم. بابا 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 اريج خليني نهضر معاهم. بابا بابا بابا. شوفي غنضربك. يلا خليني نهضر معاهم. صافي درتي لهم كوكو هضرتي معاهم. صافي خليني نكمل. لا لا ميما ميما راه ناعسه. ميما يلا خليني نهضر. ميما ميما والله خلاتني. المهم غزالات ديالي هادي مع تماره وداك الشيء. ميما ميما اريج خصني نحمر شويه. انتما هادي يا لالا عرفتي دابا مع تماره وداكشي كتافي كينوضوا عليا دائما بالليل كيبداو يضروني، دونك قبل ما كننعس ضروري كندهن بهاد البوماده هادي. هادي هكا ما عرفتش بالكم. المهم هي جيل 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 اونتي دولور زعما وداكشي. ها هي زوينه بزاف وشورتو مي كنديرها في في الكتاف ديالي كنحس بداكشي مع فليو كنحس بداكشي هكذا تي تيشوط واحد شويه يعني بحال تيسخنهم كيخلي يعني بحال الشكل ديال الدوره الدمويه مازال تدور، حيت ملي كنحبس ملي كنكون في الشقه في تماره ما كنحش، ولكن اون فوا ملي كنحبس بحال الدم كيبرد فيا كينوض عليا شويه الحريق كي قلت لكم، ولكن راه خوات سالات لي. شنو بغيت نقول لكم؟ قلت لكم خصكم دايره كيف الزفريه وحق الله العظيم البنات وكنعرفتي تموت عليا بالضحك كيف راني عايشه، ولكن ما بقى قد ما فات. نقول لكم اريج اريج وا اريج وعيقتي وبركه من البسالات. ما تقولوليش ما تغوتيش عليها لان انا اللي راني عايشه معاها وعارفاها كيفاش كدير. شنو هو؟ شنو هو؟ ها انتما ماشي كتزد في الباب. ها شنو كنقول لكم؟ شوف شوفوا كيفاش هذاك الشيء داير وفي الارض والروينه. صافي هذاك الشيء اللي كاين وحط لنا موسيا جارها كاع للجنب لهنايا وحطها فوق داك الخشيبات ديالها وناعسه. ماندي ماندي اختي ماندي ماندي. ها انتما شوفوا تا غدا عاد غنمسح هاد البلاصه هادي حتى هي
هذا دي نمسحها، هذه البوماده كنت كنديرها وهي تقبطها دغيا، عايش دارتها في يديها ودارتها تما في الحيط، وهذا الشيء الحيط يلاه عاد الصباح. المهم الغزالات ديالي اش غنقول لكم، الصبر وصافي هذا ما كان. ان شاء الله باذن الله ماما غدا غادي تسافر، داكشي شنو قلت لكم من بعد نقول لكم، ماما ان شاء الله غدا غادي تسافر، غادي تهبط لفاس، دونك عيط لها بابا ضروري خاصها تهبط على شي خدمه وداكشي. صافي هي هذيك، ولكن ان شاء الله غادي ترجع، وحتى خالتي حتى هي غادي جايه ان شاء الله باذن الله. المهم كل واحد عنده شغالاته في شكل، خالتي كانوا عندها شغالات في شكل، ماما هي عاوتاني دابا عندها شغالات في شكل، وان شاء الله عاوتاني يطلعوا يتجمعوا هنايا. هادشي اللي كاين، نبقى عاوتاني بوحديتي، ولكن ماشي بزاف صراحه، ماشي بزاف. ما بقى والو، تجي خالتي عاوتاني حتى هي، وكتون صراحه كيونسوني ملي كتكون الدار عامره. هادشي اللي كاين خاص صراحه، يعني كاينه الخدمه وعندي وقت مضغوط وهذا، ولكن ملي كان نرجع من الخدمه ولا ملي كنكون معاهم ولا هذا، كنحس بواحد الراحه، ما كنحسش بالعيا وداك التماره وداك الضغط وداكشي، يعني عندك فين تخوي مع العائله، كتكون الضحك والمعاوده والنشاط، ايوا هادشي اللي عطى الله. المهم الغزالات ديالي، هنا وصلت للثاني ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديالي ينفع الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف 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 لدعمكم اللي خطيكم عليا، نقول لكم تهلاو، حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، كتب الله. باي 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 باي.